الحمد لله كان هدي هذا الفوز هذا للجمعية الودادية. الحمد لله ضمننا الماتش في الشوط الأول. كان جاء الهدف الأول يعني اللي عطانا واحد الثقة باش نكملوا في المباراة. حاولنا نضغطوا في الشوط الثاني باش نسجلوا المزيد من الأهداف، ولكن ما صعبناش الحظ. كنظن أن الفريق الحمد لله مركز، بعدنا على كاع التشويشات اللي خارج الملعب. كنظن ان السي فوزي البنزرتي قايم بالواجب، حنا عارفينو. كاين شي لعابه اللي ديجا دوزو معاه. كنظن اننا غاديين فواحد الطريق اللي صحيح ان شاء الله. غير واحد شويه الصبر ان شاء الله يتقاد كل شيء ان شاء الله. عملود حنا اللائحه ديال الرجالي في ايوب العملود، كيف تقول لنا؟ اي واحد كيطمح باش يكون في كاس افريقيا. الحمد لله هذا شرف لي انني نكون في اللائحه الاوليه. نتمنى ان شاء الله ان نكون في اللائحه النهائيه ان شاء الله، ونعطي كاع ما عندي ان شاء الله للمنتخب الوطني المغربي. كيف تقول الجمهور اللي كان حاضر اليوم؟ كنهديو اليوم هذا الفوز هذا، وكنقول اليوم ان شاء الله غير يصبروا علينا ان شاء الله، راه نعطيهم كل ما في جهدنا ان شاء الله باش ديما نفرحوهم ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.